مع اقتراب نهاية أطول حرب لأمريكا، نشاهد استعداد القوات الأمريكية للرحيل. الشاحنات العسكرية تقبع في باحات سجن باجرام صفاً بعد صف بانتظار أن تؤخذ إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا مهمة كبيرة في انتظارنا، فيجب إعادة الآلاف من السيارات إلى هناك. وهنا يحدث كل شيء، فإن هذه المستودعات الكبيرة تحت إدارة لواء الدعم العسكري 401 موجودة في 8 مواقع موزعة على أنحاء البلاد. تنزع الأسلحة ومعدات الاتصالات من نظم كل المركبات، بينما يعمل فريق آخر على البحث في كل زاوية عن الذخيرة الطائشة. تحتاج إلى أن تكون خلاقاً في تفكيرك، لأنها توجد في أغرب الأماكن، مثل هذه الكابلات. ستشمل هذه العملية ما يصل إلى 1500 سيارة كل شهر، بينما تغلق المزيد من القواعد الأمريكية، وأغلق حتى الآن نحو 400 بالفعل، وسيستمر هذا حتى إعادة 28,000 مركبة متبقية، إلى جانب 20,000 حاوية شحن مليئة بالمعدات إلى الولايات المتحدة. تكلفة هذا المشروع تقارب 6 مليارات دولار أمريكي. قائد اللواء ستيفن شابيرو كان المسؤول عن إغلاق المرافق العسكرية الأمريكية في العراق، ويقول إن هذا النقل هو جزء من التقدم الطبيعي للحرب. لدى الجنرال إحساس جيد، فقد حان الوقت للعودة، ولكن هذا كان بسبب أن معظمنا يظن أن لدى الأفغان القدرة على تولي الأمور. العودة مهمة لنا، ولكن الأمر يتعلق بالفوز أيضا. وبينما يتساءل الكثيرون عن هوية الفائز بهذه الحرب، فإن القوات الأمريكية تعتقد أن عملها هنا قد انتهى مع تسليم السلطة للأفغان وقوات جيشهم المكون من 350,000 جندي. إن الحرب الأمريكية بدأت هنا في باجرام عام 2001، ومع خروج جنود الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الدولية من المكان، ستبقى هذه القاعدة ذكرى دائمة بعد إتمام الانسحاب عام 2014. الجنرال يظن أن ما بقي من الجنود هنا سيعملون من خارج باجرام، ولكن التركيز الآن يكمن في كيفية إخراج هذه المركبات خارج أفغانستان. سيذهب 60% منها عن طريق البر إلى كراتشي في باكستان المجاورة، حيث سيتم شحنها إلى الولايات المتحدة، وسيتم نقل ما تبقى إلى الشرق الأوسط وشحنها عبر الموانئ في دبي أو الأردن. هذه هي الخطوة النهائية للقوات الأمريكية، وكما تغادر المركبات والعربات، فإن الجنود سيرحلون بدورهم.